خضعت النجمة نيلي كريم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد فضة، ولنشر عددا من صور نيلي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستغرام. والصور حازت على إعجاب عدد كبير من محبين وعشاق نيلي كريم، أثنوا على إطلالتها وجاذبيتها. يذكر أن نيلي كريم حققت نجاح كبير في مسلسل لأعلى سعر، واللي أثارت أحداثه ضجة كبيرة بعرضه ضمن الموسم الرمضاني.